ال different laser types with wavelengths. بسرعة كده، الإكزايمر كام ال wavelengths بتاعه كام؟ ردوا عليا لغاية ما الباقي يدخل. ثمانية وثمانية. برافو. ماشي، البلس الداي ليزر، سوري، هو ده ايه ده؟ الليزر اهي. الاكزايمر 308، بلس الداي ليزر 585، الكسندرايت 755، الديود 800، الكي تي بي 532، الاندياج. يا جماعه انتوا معايا ولا لا؟ 1064، الاربيوم ليزر 2940. بنسلي نفسنا لغايه ما تدخلوا. دخلتوا؟ اقفلوا المايك يا دكاتره اللي معاه اطفال، معلش. تمام. كنا بنقول الويف لينث دي تسالوا فيها برضو، خلاص. فهي الاكزايمر 308، بلس الداي ليزر 585، الدايود 800، الكي تي بي 532، الاندياج 1064، اربيوم 2940. طيب الكربون دايوكسيد ليزر 10600، الروبي 694، الارجون 514، الكبر فيبر 578. والله انت جبتوا لي احباط. طب ديفرنت ليزر يونتس يعني ايه جول؟ جول يعني ايه؟ هل هي انرجي ولا باور ولا فلوينس ولا اريا راديانس ولا سموث سايز ولا بلس ديوريشن ولا سيمر ريلاكسيشن تايم ولا فريكونسي؟ جول يعني ايه؟ يعني انرجي. وات؟ يعني باور. جول بير سنتيمتر يعني فلوينس. وات بير سنتيمتر يعني ايريديانس. سكندز ده ديوريشن، بلس ديوريشن. خلاص البتاع دي غلط، اللي هي او الثيرمال ريلاكسيشن تايم برضو بتاع سكند. ملي متر دي سبوت سايز، هرتز فريكونسي. خلاص ده بالنسبه مراجعه كده سريعه. هنا بيقول لك ان امبورتنت كيتو كانازول ثيرابي ناو بروهيبيتد ان كيس دي في حالات الهيباتوتوكسيسيتي. وايه اللي جاب دي دلوقتي؟ ترايزول. هنا دي برضو السيبروهيبتادين. نتكلم على الامبورتنت. درماتوفاج هاز 3 سورسز، دي الحاجات احنا راجعناها قبل كده صح؟ اللي هي الزوفيليك درماتوفايت، تجاره كلاب كبيره صح؟ من تيجروفايت وكانس وفريكوزم، دي الزوفيليك لان بتعمل اكيوت سيفير فانجل انفكشن صح؟ الفانجل ريسبونسبل فور فلوريسنس. الفلوريسنس بيجي بكلمه ايه؟ كلب في الاوضه هيشلني من الديستربنس، ففريت لايش لمصر. خلاص فدي هنا مايكروسبوريوم كانس، مايكروسبوريوم ادويني، ترايكوفايتون شينليني، ومايكروسبوريوم ديستورتم، ومايكروسبوريوم فيرجينيوم، ومايكروسبوريوم جيبسيوم. خلاص تمام. الباثوجينسيس اوف تينيا، ان هي ايه ليه بيحصل التينيا تعمل سكيلينج واكزيماتود لايك ليجن كده؟ بسبب التوكسين اللي بتطلع او الانزيمز الميتابولايت والانزيمز بتحصل، بيحصلها ديفيوجن. انما هي اصلا بتعيش على الديد كيراتينايزد تيشو يعني فوق خالص. ايه اللي يخليها تعمل ابيدرمال تشينجز؟ بسبب الميتابولايت والانزيم دي بيحصل لها ديفيوجن ثرو ذا لير اوف ابيدرمز ثرو ذا ديرمز، بتعمل اريثيما اند فيزيكولار فورميشن وبيرورايتس. درماتوفايتيد رياكشن ايه انواعها؟ لما حد يسالك في الشفوي بون فليكس ولا هي ديلي دايفر سنسيتيفيتي، هي بون فليكس وسكروفلوزورم اريثيما نودوزم واريثيما مالتي فورم لايك. دي انواع الدرماتوفايتيد رياكشن. ادي البون فليكس، ادي سكروفلوزورم، ادي الاريثيما نودوزم لايك،
ادي اللي اسمها مالتي فورم لايك دي انواع الدرماتوفايتيد رياكشن وهتنسي. التانية كبيتس كلب في الاوضه هيشلني من ريحته وفي رحله تجاريه، هي رحله تجاريه كبيره لتونس والسودان، شميت البنفسجي. فانت عارفه السكيلي هي كانس وادويني خلاص. اللي هي هيشلني دي بتاعت الفيفس، انما بتاعت الكيريون الكبيره اللي هي ايه اللي هي من تيجروفايت وفيريكوزا، انما بلاك دوتد حاجات بتاعت ايه تونس والسودان والبنفسج اللي هي الفايليشيام وتنسوران وسودانيس. كوربوريس تجاره كلاب كبيره حمراء مدوره هتشلني فيتك صح كده، انتوا عارفينها دي، ودي الادويه بتاعتها كلنا احنا خدناها في الايه في المحاضرات اللي فاتت. بالنسبه للتينيا باربي تجاره كبيره اللي هي ايه من تيجروفايت وفريكوزا. بالنسبه للتينيا كروريس كانت ايه تجاره على فلوكه حمراء، يبقى من تيجروفايت وفليكوزا ابيدرماتوفايت وفليكوزا وترايكوفايت روبرا، ودي العلاجات بتاعتها. تينيا مانام دي بترايكوفايتوم من تيجروفايت ابيدرماتوفايتوم فليكوزام وترايكوفايتوم روبرا. الانجم التينيا بيدس في اللي هي المكيزن تايب دي تجاره سوري روبرام. المكيزن تايب اي حاجه ناشفه تبقى محمره، انما اي حاجه مبلوله دي التجاره بقى عشان بيسافر بالمركب وفي الميه ففيزيكلو بولس ومسيرات التواب كلها من تيجروفايت. تمام. دي ايه؟ اللي بتاعت الديستال سب انجل اونوكومايكوزيس دي جاره على فلوكه حمراء زي الايه المانم وزي الكروريس. انما وايت سوبرفيشال وايت اونوكومايكوزيس دي من تيجروفايت بس. انما بروكزمال دي من تجاره حمراء تشيليني، يبقى بتاعت الايدز من تيجروفايت وروبرا وشينيلي. الاندونيكس مين اللي بيعملها؟ حد يرد عليا. فيوليشيوم و سودانيز. برافو. السودان فيها بنفسك دي الاندونكس ماشي، يبقى ترايكوفاتوم سودانيز وترايكوفاتوم فيوليشيوم. السؤال بيقول لك ايه التينيا كابيتس، قلنا في اكتوستراكس وفي اندوستراكس وفي فيفس. الاكتوستراكس يا اما سكيلي يا اما كاريو، وعرفنا الانواع بتاعتها خلاص. قلنا الاكتوستراكس سمول لما سكيلي بتبقى بره وتدخل زي الابره كده جوه وتخرج تاني بره، انما الاكتوستراكس بتاعت الكاريون دايما بره. الاندوستراكس بتاع البلاك دوتد بتبقى دايما جوه. الفيفس ما فيهاش، هي فيها هايفي بس انما ما فيهاش سبورس كلها جوه. تمام. ثيرابيوتيك بصي كده، what is the difference between electrocautery and electrosurgery؟ دي من الحاجات المهمة برضو. الالكتروكوتري يعني دايما سخن على طول، بتحطيه في الفيشة يسخن تروحي حارقة بيه الايه الليجن بتاعك. انما الالكتروسيرجي لا، البروبا ما بيبقاش سخن اصلا، واول ما يلمس جلد العيان هو بتكمل الدايرة ويبدا يحرق لك الحاجة اللي انت عايزاها. فمين مور سيف؟ طبعا الالكتروسيرجي، لان هي ما بتلسعش، يعني لو انت بعدها عن الجسم خلاص مش هتلسع حاجه تمام ولا هتحرق حاجه. تمام. الالكتروكوتري دايركت كارنت، تعمل هيتنج ذا بروب، تعمل سوبرفيشال بيرم وخلاص كده، بتعمل دايسكشن اونلي، لا بتعمل كواجيليشن ولا بتعمل فالجريشن ولا بتعمل ده. يا دكتور ايه الكتروكوتري ولا سيرجري؟ ما فهمتش إيه؟ يعني اللي احنا بنستخدمه متعودين عليه في المستشفيات. مستشفيات وما فيهوش اللي هي البتاع اللي بتتحط تحت العيان دي، ده كوتري. انما اللي بتتحط تحت العيان ده الكتروس العمليات. ايوه يعني يا دايثيرمي في اوضه العمليات، يا هاي فريكيتور برضو عندك في العياده، ده برضو يعني نوع من انواع الالكتروسيرجري اللي هو اسمه مونو تيرمينال، لسه هقول لك عليه حالا. الكتروسيرجري ده هاي فريكونسي الترنيتنج، بيبقى الالكترود مش سخن ولا حاجه، بس في حاجه اسمها ريتيرن الكترود بيخليكي ايه يعني ايه يمشي الكهرباء كلها في جسم العيان. فعشان كده لازم تبقي حاطه الريتيرن الكترود ده ملامس جدا لجسم العيان، والعيان ما يبقاش لابس حاجه فيها معدن ماشي. تمام. هي ميزه الالكتروسيرجن اقوى كتير من الالكتروكوتري. تمام. البرنسم المود في الالكتروسيرجي بتعمل كواجيليشن وتعمل الكتروفالجريشن زي البلازماج اللي انا قلته لكم، مجرد كده ايه شراره كده من غير ما يلمس بالبروب اي حاجه من بعيد خلاص، فالجريشن. الدايسكشن
والالكترو سكشن وكاتنج ده حاجه ديب ما يعملهاش الالكترو سيرجري. الالكترو كوتري ما يقدرش يعمل الالكترو سكشن ابدا ولا كاتنج. وات ار ذا تايب اوف الكترو سيرجري ويتش از بيتر؟ الالكترو سيرجري نوعين، يا اما دايثيرمي اللي هو الباي تيرمينال، يا اما الهاي فريكيتور اللي هو المونو تيرمينال، يا اما الريدي فريكوانسي والالكترو سيرجري. المونو تيرمينال بياخد كل المود ما عدا ما بيقدرش يقطع، ما تقدريش تستخدمي كسكينه الهاي فريكيتور ده، ولازم العين يبقى كونشس ماشي ولا هيتكهرب. انما الباي تيرمينال دي كل المودز، يعني في كاتنج وفي كواجيليشن وفي فالجريشن وفي كواجيليشن وكل حاجه. هي نوعين، يا اما مونو بولر يعني بابره، يا اما باي بولر يعني في فورسبس. بصي كده المونو تيرمينال ده ويك اللي هو الهاي فريكيتور ده، ده يوزد اول مود اكسبت كاتنج. الباي تيرمينال طب فيري باورفول. المونو تيرمينال والباي تيرمينال ده ايه دول؟ المونو تيرمينال ده الهاي فريكيتور ده نوع من الالكترو سيرجري بس ايه ما فيهوش ريتيرن الكترود، تمام؟ فيستخدم كل حاجه ما عدا الكاتنج. الباي تيرمينال ده باورفول، ده بيعمل ديسبيرسيف الكترود بتحط تحت العيان اللي بتمسكيه في ايد العيان ده، يوزد ان اول مودز يعني فيري باورفول. ده شكل الايه يعني المونو تيرمينال. في يعني ايرث، في ايرثنج، انما مش 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 بليت كده يتحط تحت جلد جسم العيان ويمشي فيه الكهرباء في جسم العيان كله، تمام؟ يعني الهايفريكيتور ده مور ليس عامل زي الالكتروكوتري، بس ما الالكترود بتاعه ما يبقاش سخن الا لما يلمس جلد العيان، تمام؟ بس مش قوي زي الدايثيرمي. الدايثيرمي قوي جدا، يعمل كاتنج ويعمل كل اللي انت عايزاه، تمام؟ وممكن حتى تستخدميه مع انستايزد بيشنت مش هيكهربه، انما ده لازم العيان يبقى صاحي وواعي والا هيتكهرب منه، تمام؟ تمام. ايه الادفانتج بتاع الباي تيرمينال اللي هو الدايثيرمي؟ الدايثيرمي بيبقى ديسبيرسيف الكترود از مور سيفلي للدكتور والبيشنت مش هيكهربهم، وايزوليتد الكتريك سيركت وهاي باور وول مودز. It can be used يعني in a sized patient. All modes يعني cutting, coagulation, valgration, dissection. ده انما الهاي فريكيتور هو المونو تيرمينال، يا دوبك الكترود كده بتحطيه على جلد على العيان وخلاص، ما فيش مش بتحطي حاجه تحت العيان، ما فيش جراوند ريتيرن وما فيش كاتنج ولو باور ولازم كونشس بيشن. زي البلازماج، البلازماج ده يعتبر نوع من انواع الهاي فريكيتور بس ما بيعملش الا فالجريشن بس، انما الهاي فريكيتور يعمل كل حاجه ما عدا الكاتنج. طب احنا كده عايزين نعرف يعني ايه فالجريشن كاتنج، تمام؟ كاتنج يعني بتستخدميه كسكينه، فالجريشن زي البلازماش كده من بعيد ما تلمسيش بالالكترود بتاعك جلد العيان، هو في سبارك كده بيطلع اول ما ايه ما يلمس السوائل اللي على الجلد العيان، انما ما بيلمسش جلد العيان، لو لمست جلد العيان بتحرقيه وبيبوظ، بتعمل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، تمام؟ ده اسمه الهاي فريكيتور. نعم. في الكترو ايه كمان؟ كاتنج، فالجريشن. هقولها لك تاني. انا قلتها على فكره، على فكره انا قلتها يا وسام بس انت ما كنتيش مركزه. انا بصراحه اول مره اسمع الحاجات دي. اهي دي البرنسبل مود اوف الكترو سيرجري، كواجيليشن حاجه سوبرفيشال، الكترو فالجريشن وفابورايزيشن دايسكشن والكترو سكشن وكاتنج. الهايفريكيتور اللي هو المونو تيرمينال يعمل كل حاجه ما عدا الالكترو سكشن والكاتنج، ده حاجه ادفانسد قوي عامل زي السكينه زي المشرط الجراحي. دايثيرمي. نعم. ديسكشن معناها ايه؟ دايسكشن يعني يفرق ما بين الايه اللحم مثلا والايه والفاشيه، تفتحي كده ما بينهم بس تسلكي، تسليك دايسكشن، تسليك زي ما بتعملي في الاناتومي. طب والحرق الاساسي بقى ما بقى اسمه ايه؟ ما هو ملوش اسم. الحرق اسمه كواجيليشن. كواجيليشن؟ تمام. اوكي تمام. بس. تمام. فالكواجيليشن يعملها برضو الالكتروكوتري عادي ماشي. تمام. ايوه تمام. تايب اوف الكترو لسه دي هنا، يبقى مونو تيرمينال وباي تيرمينال. مونو تيرمينال اللي هو الهاي فريكيتور، انما باي تيرمينال ده الدايثيرمي. في نوعين، مونو بولر وباي بولر. مونو بولر يعني ابره كده، انما زي الدايثيرمي اللي احنا بنشوفه في عادي في اوضه العمليات، ابره كده او بروب وتقطعي بيه التيشوز اللي انت عايزاه، انما باي بولر
لا ده فورسبس، دي حاجة أحلى أو أجمل كمان. التايب اوف الكترو سيرجري قلنا مونو تيرمينال ده اللي هو الهاي فريكيتور، وباي تيرمينال ده فيري باورفول ده الدايثيرم. خلاص ده تمام. المونو تيرمينال وده الباي تيرمينال. باي تيرمينال ليه؟ لأن في ديسبيرسيف الكترود بتتحط تحت العيان. وات از ذا ادفانتج اوف باي تيرمينال الكترو سيرجري؟ ان هو ديسبيرسيف الكترود موجود فسيف للعيان والدكتور، ايزوليتد الكتريك سيركت، الكهرباء بتدخل في جوه جسم العيان نفسه وترجع تاني، هاي باور اول مودز، يعني تقطع حتى تبقى تشتغل زي السكينه اند يوز في هو انستايز ايه بيشن. يا دكتور ان هو يبقى نعم dispersive electrode دي more safety للدكتور والبيشنت مش لان فاهماها؟ بتم ما بتكهربش، ما بتكهربش يعني ايه، بتحطي الديسبيرسيف الكترود تحت جسم العيان بعد ما يعني بتخليه لازق جدا في حته ماسكولار، يعني اللي هي الايه الجاسترو اللي هي الماسل بتاعت الباتوكس دي كان اسمها ايه، او الماسل بتاعت الظهر. خلاص ترابيز فبتلزقيها مثلا. فبتلزقيها جامد الديسبيرسيف الكترود بحيث يبقى لازق، بحيث ان الكهرباء تفضل ماشيه. و بس شرط العيان ما يبقاش لابس لا دبله ولا بنسه ولا اي حاجه معدن، ماشي؟ لان فيري باورفول موت ممكن تحرقيه في الحتة اللي فيها معادن، لان بيكمل الدايره الكهربائيه وتلاقيه راح حارق صباعه لو هو لابس دبله، ماشي؟ انما الهاي فريكيتور مش كده، الهاي فريكيتور هو مونو تيرمينال، ماشي؟ يا دوبك ايه يعمل كواجيليشن، يعمل فالجريشن، يعمل دايسكشن، انما ما يعملش كاتنج ابدا لانه هو لور باور، ماشي؟ ولازم العين يبقى صاحي، ما ينفعش ينام ولا هيتكهرب منك. ده شكل الدايثيرمي اهو، ادي الدايسبيرسيف الكترود اللي بتتحط تحت ظهر العيان. الكترو تيب بيكام هوت اون تاتشينج ذا بيشنت، ما يبقاش هوت وهو ايه بعيد عنه، مش كتري هو. تمام. ايه التايب اوف باي تيرمينال بقى؟ ويتش از بيتر؟ الباي تيرمينال مونو بولر ذا سنجل تيب كارنت فلو ثرو ذا بيشنت كوشن ان سمول بارت الفينجرز والبينس، لان ممكن تتحرق منك لان فيري باورفول. انترفيرنس وذ بيس ميكر في الانتنسيف كير يونت. انما الباي بولر ده تو تابس، يعني بيبقى ماسك فورسبس، ده بيعمل كارنت بتوين ذا تو تابس، سيف في الانتنسيف كير يعني ما بيتعارضش مع البيس ميكر، مش بقول لك احلى، بيعمل هيموستيزيس كمان وبيعمل البيدانكيليتد ماسز يقدر يشيلها. يبقى ده المونو بولر وده الباي بولر اللي ما بين التو تيبس بتاع الايه بتاع الفورسبس. وات از ذا برنسبل مود اوف الكترو سيرجري؟ البرنسبل مود اوف الكترو سيرجري قلنا الكترو ديسكشن، الكترو فالجريشن من بعيد، كواجيليشن، والكترو سكشن اند كات. وات از ذا ادفانتج اند ذا ادفانتج اوف الكترو سكشن ان كومباريزون وذ ذا سكالبل اكزيشن؟ الالكترو سكشن ميزتها هوت نايف ثرو ابتر، يعني بتمشي زي السكينه في الزبده، وسكينه سخنه كمان، فتنزل بسرعه جدا اكتر كمان من السكالبل، ما يبقاش فيها بليدنج كتير. خلاص. الديس ادفانتج بتاعتها انها محتاجه شفاط في اوضه العمليات لان بتطلع ادخنه كتير. الهيستوباثولوجي ما ينفعش تاخدي عينه بالدايثيرمي وتبعتيها الهيستوباثولوجي، هتكون اتحرقت. How to avoid burn for electro surgery in the earth reference generator monoterminal لازم don't touch conductive object. يعني ايه؟ يعني conductive object عمرك ما تلمسيه ولا هيحرقك، لان هو ما بيبداش يسخن الا لما بيلمس ايدك او يلمس الجلد بتاع العيان. Use unconscious patient دي لو هي ايه؟ ده المونوترمينال هاي فريكيتور. Use dispersive electrode if present عشان تبقى سيف. انما البايترنال الكترو جنريتور لازم يبقى جود كونتاكت ما بين لحم العيان او جلد العيان يعني والايه والديسبيرسيف الكترود. ده ديسبيرسيف الكترود لازم تحط على ماسكولار سايت وذ جود سنسيشن اوف فاسكولاريتي، والا هتلاقي ايه ما يحصلش، ممكن العيان يتحرق منك في حته معينه لان انت كان كل الكهرباء ماشيه في عند النقطه دي، كانت كونسنتريت في النقطه دي. انما لو حطيتيه كل الديسبيرس الكترود لامس جلده مش هيحصل حاجه.
What is the mechanism of action of hyperfricator؟ هو ده الهايفريكيتور ده المونوتيرمينال. Modern high frequency electrosurgical device transfer electric energy to human tissue via treatment electrodes that remain cool. الهيتد ميتر ريزلت اللي هي لما تلمس بقى تعمل ايه؟ هيت دايسكشن كواجيليشن وفالجريشن، انما ما تعملش كاتنج. صح؟ It causes denaturation of intracellular and extracellular protein. فتعمل كواجيليشن وديسيكيشن raising the intercellular water above the boiling point فيعمل cell membrane rupture to produce cutting effect. cutting زي الايه مجرد just ايه dissection وليس cutting زي اللي بتعمله الدايفيرم. ال indication of hyperfricator بيستخدم في الحاجات اللي هي الصغيره دي اللي هي الاكروكوردون وسكن تاجز التشيري انجيوما مولاسكا كونتاجيوزا النيفاي بايجينيك جرانيلوما سيبوريك تيراتوزيس سبيشال سيبربليزيا بروكي بلجاريس وبلانس واكتينيك كاريس الحاجات بتاعت العياده اللي بتجي لك في الاوت بيشنت كلينيك. انما ما تشيلش تيومر زي الدايثيرمي. نوع من انواع الهايفريكيتور البلازماج اللي هي الاي ليد ليفت وبالفالجريشن لانها بتطلع الكتريك سباركل وزود دايركت كونتاكت. What are the precautions في الهايفريكيتور؟ ان افويد بريبيرنج ذا سكين وذ الكحول والا تتحرق منك او سيبيه ينشف كويس او استخدمي بتادين احسن. لازم يبقى عندك سموك ايفاكيويتور ولازم يبقى عندك ماسك فور اي بروتكشن. المفروض الحاجات دي احنا خدناها في الاسبوع الثامن في الكورس بتاعنا. طيب يعني ايه كرايو؟ الميكانيزم اوف دامج اوف تيشو باي كرايو ثيرابي ان هي بتعمل كريستال انتراسيلولار وليس اكستراسيلولار فتعمل دامج للسيل كومبوننت. ليه؟ لان بتعمل رابيد كولينج فتعمل كريستال اوف ايس جوه السيل. ان ايفن انتراسيلولار ايس فورميشن ديورينج فريزنج برضه يعمل سيل ديث. Cold injury of small blood vessel يعمل ischemic damage. الهاي الرابيد ديكريز في الحراره دي بتعمل immunological stimulation to produce a release antigenic component فطبعا تعمل cell damage. NB اللي هي slow cooling اللي هي اللي بتاعت الفريزر العادي ده بدوس extracellular ice وليس intracellular ice عشان كده بتحط اللحمه في الفريزر ما بيحصلهاش دامج لان الايس اللي حواليها من بره مش من جواها هي. This not damage as rapid cooling. This produce انما الرابيد كولينج بيعمل intracellular ice. Therefore rapid cooling of the target tissue is desirable عشان تعملي دامج. فهو ده اللي بيحصل ان الليكويد نيتروجين بيترش ويروح عامل intracellular ice crystal. طيب Special preoperative preparation for cryo انك تعملي debulking احسن بالكريتاج والسيزر والالكترو سيرجري تعملي هيموستاسيس كويس وانجكت لدوكين تو ليفت ا ليجن اواي فروم اندرلاينج تيشو يعني تحقني لدوكين بنفرن مثلا بيرفع لك التيشو بعيد عن الاندرلاينج تيشو فتقدري تحرقيه كويس بالكرايو من غير ما تاثري على الاندرلاينج تيشو زي ما بتحقني الورت مثلا بالليدوكين تلاقيها تنفخيها كده فتروح مرفوعه فوق زي البالونه لما بتيجي تنفخ بتبعد عن الارض. احنا عايزين نبعد الورت دي عن الارض والاكتينيك كيراتوزس وكمان الماليجنانسي ممكن تستخدم فيها الايه الكرايو ثيرابي. ايه الكونترا انديكيشن في كرايو ثيرابي تفتكري؟ كولد ارتكاريا والهايبر سنسيتيفيتي. هو مين احمد عبد الله يا جماعه؟ نعم اتفضلي. كونتر انديكيشن يا جماعه كولد ارتكاريا كرايو فايبروجينيميا وكرايو جلوبينيميا تيومر وذ اندسنكت اور ال ديفايند بوردر لان ممكن تضطري تبوظي الجلد اللي حواليه كله او ديبلي بنتريتنج انفيزيف كارسينوما. ما ينفعش تعملي ميلانوسيتيك نيفس عشان عايزه هيستولوجيك ايفالويشن لان ممكن تدمري التيشو بالكرايو وما تعرفيش تفحصيها هيستولوجيكالي. كوشن ان داركلي بيجمنتد سكين بتعمل هايبر بيجمنتيشن عشان كده منعوها خالص في الديمرديشن انها تتعمل في الفيس لان بتعمل هايبر بيجمنتيشن في الفيس
avoid special side face خلاص in general to avoid hypopigmentation. ال eye margin وال eyebrow وال inner canthi corner of the mouth of vermilion border free margin of the Ellen's eye auditory canal scarring of retraction of the tissue can occur. بصي الانواع وكراي يا اما كوتون تبد ابليكيتور يا اما اوبن سبراي يا اما كرايو بروب يعني كلوزد سبراي يا اما كرايو شيب اللي هو النيد اللي انا بعت لكم الفيديو ما بعتلكوش الفيديو بتاعه انك بتدخلي البروب كده جوه اللي هو الكيلود مثلا وتجمديه فيقوم ايه يروح واقع لوحده. The steps the freeze time can be altered by the type of the lesion هل هي malignant ولا benign the thickness بتاعه the amount of liquid nitrogen والتكنيك نفسه هل هو cryo shape ولا cryo probe ولا spray ولا cotton tipped تمام. الفريست تايم مهمة قوي تعرفيها. الكوتون تيبد ممكن الفريست تايم حوالي 20 ل 60 ثانية. الاوبن سبراي 10 ثواني بس ده لو هو بناين، انما 20 ثانية لو بري ماليجنان، 45 ثانية لو بيزل سيل كارسينوم. الكرايو بروب اللي هي الكونتاكت ثيرابي يعني الفريزنج تايم بتاعها 2 ل 3 مرات لونجر ذان ذات اوبن سبراي، يعني لو هنا 10 ثواني هتبقى هي 30 ثانية في الكرايو بروب. السو تايم يعني ايه السو تايم؟ يعني لما بتيجي تحطي بتعملي مرتين مثلا فمرة وبعدين تسيبيه يهدى، يهدى قد ايه؟ 2 ل 3 مرات longer than the freeze time، يعني لو انت خدتي الفريز تايم 10 ثواني يبقى ريحي ما بين الضربة والتانية 30 ثانية، يبقى 2 ل 3 مرات longer than the freeze time. ادي مثلا هنا، انت عملتي مرة واحدة، دي مثلا عملتي مرتين. التايم كان 30 في البلانتر وورد، كان 30 ثانية. يبقى تريحي نص دقيقة ما بين كل ضربة والتانية عشان ايه تبقى دبل التايم بتاع الفريز. المارجن اي حاجة بناين ما بتاخدش اكتر من 1 إلى 2 مليمتر، انما لو هي ماليجرنت ممكن تبقى اعلى من كده زي ما هنشوف دلوقتي. الانترفال كل اسبوعين او كل اسبوع لو هي بايجيني جرانيوما تعملها كل اسبوع. لاتر سبريد اوف فريز لو هي بناين ما تزيدش عن ايه؟ عن 1 إلى 2 سنتيمتر 2 مليمتر، انما لو هي بيزل وسكومس سيل كارسينوما ممكن تزيد توصل ل 5 مليمتر المارجن بتاعها، يعني ترشيها 5 مليمتر يعني نص سنتي حوالين التيشو اللي انت بتقطعيه كسيفتي مارجن يعني. انما لينتجو ماليجنا مش نص سنتي، ده سنتي كامل لينتجو ماليجنا ده لو في الحالات السن اكسبوزد اريا. الفريز وسام انت معايا وسام؟ الفريز سو سايكل ريفير تو ذا اكتوال فريزنج اند سوينج اوف ذا ليجن. سنجل سايكل في البناين والبري ماليجنت، دبل سايكل في الماليجنت ليجن او لو هي ثيك قوي زي بتاعت البلانتر وورد. وات از ذا كومبليكيشن اوف كرايو ثيرابي؟ الكومبليكيشن بتعمل ريزيديوال هايبوبيجمنتيشن، تعمل هايبرتيف سكارينج واكتروبيان والوبيشيا، تعمل سكندري انفكشن، تعمل سكندري انفكشن ليه؟ بالادينو فيروس. ليه؟ لأن الأدينو فيروس بيتطاير مع الأبخرة اللي بتطلع فممكن يعني سوري مش بيتطاير، هو بيعيش في الليكويد نيتروجين ما بيموتش، فذيرفور سام سورس اوف ليكويد نيتروجين ممكن بالتب ديبنج ستيك مثلا ممكن يعدي شخص تاني. ديليد بليدنج الهيديك نيروباسي الدم إديما اوف ذا ايليد اند اير. ايه استخدامات السيرنج؟ استخدامات السيرنج كوميدون اكستراكشن، ميليا اكستراكشن، ساكشن بلاستر عشان تعملي السيرج بتاعت الفيتاليكو خلاص، بينال سترينث ميجرمنت بتحطي البينس جوه السرنجه وتقيسيها بالظبط، بس ايه التركيبات على السرنجه بالمليمتر واحنا عايزين بالسنتيمتر، عشان كده هنعمل علامه بالقلم على السرنجه من بره وبعدين نقيسها بالمسطره بعد كده بعد ما نخلص القياس بتاع البنايل تيشو. سبيشال يوز في السيرنج في الانسون سيرنج انترا درمال انجكشن والانترا درمال تيست سنسيفيتي او توبركلين لبرومين بيثرج تيست وهكذا. البيوبسي كم نوع؟ اللي هو شيف بايوبسي، بانش بايوبسي، واكزيشن بايوبسي او الليبسويد بايوبسي. دي شكل الشيف بايوبسي، دي شكل الليبسويد بايوبسي،
دي شكل البنش بايبس. وقلنا ما تفعصيش خالص البايبسي البنش، انت مطلعاه بتطلعيها بسرنجه وبعدين تقطعيها وتحطيها على طول بمنتهى الراحه في تيوب ويبقى فيها فورمالين. البيلينج فاندمنتال ميثود يوز تو كرييت كنترول بيلينج، اللي هي كيميكال سيرفسنج او ميكانيكال سيرفسنج او ليزر سيرفسنج. خدنا الميكانيكال اللي هي دايموند ابريزيف وستيل واير ويل زي ما خدناها المره اللي فاتت. ادي ده ستيل واير ويل ايه، وفي اللي هي ايه الواير ستيل واير ويل قصدي، انما دي اسمها دايموند ابريزيف ودي ستيل واير ويل. What are the type of peeling according to the depth؟ خلي بالك البيلينج ممكن يبقى superficial peeling, medium depth و deep peeling according to the level of injury. The third most common in broad cosmetic بعد الايه بعد الانجكتابل بوتوكس خلاص والتشو فيلر. Depth of peeling in different type of photo aging يعني actinic can damage the skin ممكن في المايلد photo aging والmoderate photo aging والsevere photo aging. مايلد بيستخدم superficial peeling مع الحاجات المساعده بقى الجلايكوليك والريتينويد والانتي اوكسيدان. مودريت فوتو ايجنج ده بتزمل هي الميديم ديبس بيلينج، هنشوف دلوقتي الديبس حالا، ولونج تيرم ريتينويد اند هيدروكسي اسيد. سيفير فوتو ايجنج الميديم والديب بيل بالاضافه الى الكوركشن اوف ديب فارو عن طريق البوتوكس والسوفت تيشو فيلر. ايه الكونترا انديكيشن اوف بيلينج؟ لازم تبقي عارفه البور فيزيكال بيشنت ريليشن. لو العيان انت مش مستريحه له وهو مش مستريح لك ما ينفعش تعملي بيلينج، هيروح يشتكيك على طول ويقول لك ده بوظت لي وش. لاك اوف سايكولوجيكال ستابيليتي، واحد مش واحده او مش ستيبل وهستيريكال، ابعدي عن الموضوع ده خالص. انرياليستيك اكسبكتيشن، فاكره انها هتبقى ايه شريهان مثلا. بور جنرال هيلث او نيوتريشنال، يعني حالتها صعبه وجايه تعمل بيلينج، لا طبعا. اكتيف انفكشن، ده ممكن يرجع لها الهيربس سيمبلكس فايروس اللي كان عندها وينشرها ويعمل لها اكزيما هيربيتيكم كمان. واحده عندها روزيشيا او سيبوريك ديرماتايتس او توبيك ديرماتايتس سورايسيس فيتيليجو افويد ات. هيستوري اوف ابنورمال سكار فورميشن، بتعمل كيلويد ازاي تعمل لها بيلينج. ايفيتس باتريك سكين الغامقين، ابعدي عنهم. اربعه وخمسه وسته هيعمل لهم هايبر بيجمنتيشن. هاو تو بريبير، ان انت الانجري هيبقى ايه هاو تو بريبير، ان انت المفروض بتنضفي كويس السكين وتمنع الريتينويدز لمده ست شهور وتمنع الريتينويدز لمده ست شهور، بعد ما تجيلك تنضفي كويس السكين بحيث يبقى ايه خالي من الجريزز وبعدين تبداي تشتغلي. تمام. فيري لايت بيل بنستخدم ايه 20% جلايكوليك او 20% تي سي اي سايكل، تي تي قصدي ترايكلورو اسيتيك، بتستخدمي 20% ساليسيليك او بتستخدمي معاهم جسنر سوليوشن وتريتينون، كل ده فيري لايت بيل ممكن تعمليه في البيت. انما اللايت بيل يتراوح ما بين 50 الى 70% جلايكوليك، 25 الى 30% تي سي اي او 30 ساليسيليك وجسنر. جسنر ده حاجه بتعملي كذا كوت كده بحيث ان ايه بيبقى ادجوفنت مع بقيه انواع البيلينج. انما بالنسبه للميديم سايز بيلينج او ميديم ديبس بيلينج دي 70% جلايكوليك، شوف الثاني كان 50%، دي 70% ان كومباينيشن وذ جسنر، 35% تي سي اي او 50% تي سي اي. بوست اوبرتيف بيريد هيقعد 3 شهور، حوالي 3 شهور بيبقى فيه زياده في الكولاجين والإكسبانشن of the papillary derms and development of mid-dermal band thicker collagen fiber. طبعاً بيصلح جداً المايلد والمودريت فوتو ايجينج وبيعمل added to the effect of other resurfacing procedures. الديب بيلينج بتستخدمي أكتر من 50% تي سي اي فينول، وتستخدمي التي سي اي كروس تكنيك اللي هو بيعالج الاي سبيك سكار. التايب اوف سكار هي ايسبيك سكار، بوك سكار والرولينج، وعرفنا علاجهم امبارح ازاي. انستراكتد تو دو افتر ديفرنت تايبس اوف بيلينج، تعملي ايه ما بعد السوبرفيشال وميديوم كيميكال بيل، بتستخدمي ريجولار ووشنج ومايلد كلينزر وروتين موشرايزر وسان سكرين عشان تمنعي الايه الهايبر بيجمنتيشن.
The patient is instructed for deep chemical bathing. يعني soak the area 4 times daily with warm compresses occlusive emollients. لو حصل ميليا من الاكلوزيف ايموليانت دي بتشيليها بسترنج عادي مفيش مشاكل. يعني ايه هايفو؟ هايفو يعني هاي انتنسيتي فوكست الترا ساوند. ده بيعمل زي نوع من الالترا ساوند هيتنج فور ذا الكولاجين فايبرز وسبكوتينيوس تيشو بحيث بيشد على الستاتيك رينكلز ويصلحها. تمام، ده شكل الهاند بيس بتاع الهايفو، بتحط في اماكن معينه، بتترسم الجهاز نفسه يبقى معاه الكتالوج بتاع الرسمه دي، فبتحط البروب في الاماكن دي كل واحده بوقت معين لغايه ما يحصل ديب الترا مايكرو فوكست الترا ساوند ديب كواجيليشن للكولاجين والسبكوتينيوس تيشو. فطبعا بيشد الجلد جامد، بس في ساعات بيقولوا ان هو بيعمل فايبروزس، فما تقدريش تعملي اي مانوفر تاني بعد ما تعملي جلسه الهايفو. بيعمل كولاجين كونتراكشن، وطبعا اند دي ناتوريشن از سين اند ذا نيو كولاجينوسيس از ستيميليت. تمام، الكولاجين كونتراكشن ايميديتلي افتر تريتمنت، يعني بتشوف الريزلت في ساعتها على طول. الهيت انديوسد كولاجين سينسز اند ريموديلنج بيقعد لمده سنه. ذا ايديال كانديديت اللي هو عندهم مايلد ومودريت فوتو ايجينج او اللي بيسموها الستاتيك رينكل. سيفير ايج دي ساجنج ده ما ينفعش، لازم تستخدمي معاه ايه الايه الثريدز او استخدمي سيرجري. بوتوكس وفيلر وثريدز يعني ايه انواع الرينكلز؟ انتوا قاعدين يا جماعه ولا نمتوا؟ حد يرد عليا. موجودين يا دكتور. ايه انواع الرينكلز؟ ايوه، ستاتيك ودايناميك وفولد. رينكل فولد، الدايناميك ده بتعالج بالبوتوكس، الاستاتيك بتتعالج بالفيلرز والهايفو. الرينكل فولد دي عايزه ثريدز او عايزه ايه بقى سيرجيكال مانوفرز. دي انواع الايه الرينكلز اهي، اللي هي فور هيد لاينز، الفرو لاين، الكرو فيت، خلاص الفرو لاينز اللي هي 111، خلاص الباني لاينز اللي هي بتاعه المناخير اللي هي بتاعه النيزاليس ماسل، النيزوليبيال فولد. تمام، لازم تبقى عارفين الاكسبريشنز دي عشان تبقى عارفه انت حقنتي فين. وات از ذا ديفرنت مانوفر يوزن تريتمنت اوف دايناميك اند ستاتيك رينكلز؟ البوتوليوم توكسين بتاع الدايناميك، الفيلر والهايفو بتاع الاستاتيك، الثريدز والبلازماج بيعملوا ايه اللي هي رينكل فولدز اللي هي تساقط الايه الجفن. طب حد يرد عليا البروبلم دي اسمها ايه وهاو تو كوركت ات؟ برومي سمايل. يا برافو عليكي، اسمها ايه؟ جامي سمايل. انتوا نمتوا يا جماعه، انتوا كلكم نمتوا. الاء ردي عليا الاء، انتوا مين بسمه؟ بسمه ردي عليا بسمه. طيب يبقى جامي سمايل بتصلحيها، بتحقني اني عضله، اسمها ايه العضله اللي بتحقنيها؟ بصراحه مش فاكره. ركزوا بقى، جام سمايل وبتحقني الليفيتور ليبياي سوبريوريس ماسل، دي مكانها ماشي 1 سم من الايلا نزاي و3 سم فوق الايه الانجل اوف ذا ماوس. تمام،